لكل معلم ليه سوق تمن. من النهارده البضاعه زائد تمنها الضعف. واللي عاجبه الكحل يتكحل، واللي مش عاجبه الكلام ملوش بضاعه عندنا، واللي له غرض في بضاعه يجيب الفلوس مقدم والبضاعه جايه في السكه. ابنك هيولي علينا السوق واحنا مش ناقصين. وماله، طالما اللي جاي فايده يبقى ابني وضنايا وحبيبي كمان. البحر يحب الزياده وبزياده خساره بقى. انا هبلغ الحكومه تجيب لنا حقنا. والوصولات ايه؟ يا خساره الرجاله. وانت يا حلوه ايه اللي هدفك على بحور التجاره؟ يعني ايه؟ مفيش بضاعه؟ كده بيوتك خربت. لا مؤاخذه يا ناهيه سامحيني. يلا بينا يا رجاله على الاسم. اسم لازمته ايه؟ اللي ليه سال عند المعلمه ناهيه يجيبهولي وياخد بيه بضاعه وانا هستفرد معاها. عين العقل يا معلم عزوز، احنا ما نفضحش وليه ابدا. بس نسجينها عايز اهو ايصال ب 5 مليون. العربيه هناك هاخد بضاعتك. هات هات هات. ادخل يا الديابه الديابه. ايوه كده افتح يا الديابه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في حد يصحي حد منهم كده يا ابني؟ مؤاخذة معلم زوزو، خدت بس العربية ورحت اجيب اوضة نوم. كمان ما اعرفش انام في فرشة حد. بعد اذنك بس فسح كده. البضاعة فين يا فرج؟ البضاعة البضاعة انا بعتها يا لهوي عشان اسد فلوس للمعلمة ناهية اللي انت ورجالتك سرقتها. يلا والاوضة دي من دمياط؟